انقضى الفصل الدراسي الأول من هذا العام. بذلنا كل ما لدينا من أجلكم، من أجل تعليم أبنائنا وبناتنا. تفوقنا على الجميع بفضل الله، ثم بفضل تفاعلكم وحرصكم على تعليم أبنائكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر لطلاب ثانوية المجد وأسرهم على متابعتهم وحرصهم في العملية التعليمية عن بعد، كما نبارك لهم نجاحهم في الفصل الدراسي الأول، ونتمنى لهم مزيدا من التفوق والنجاح. أوراق عمل وتدريبات، كراسة مهارات والتطبيقات، أعمال قدمتها مدارس المجد الأهلية أثبتت أن أبناءنا أبناء مدارس المجد الأهلية أسود الميدان بلا منازع. شكرا لكل أب، لكل أم بذلوا جهودا مضنية كللت بالنجاح والتفوق. فإلى عنان السماء نبارك لكم نجاحكم دائما إلى قمة المجد. أشكر الطلاب وأولياء أمورهم على تفاعلهم ومتابعتهم للمنصة التعليمية، وأبارك لهم نجاحهم خلال الفصل الدراسي الأول، ونتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. It's so wonderful to see how our distance learning journey is able to continue at home. We were able to sail successfully through this first semester irrespective of obstacles like COVID-19. Special thanks to the parents who were able to keep children focused on online lessons. Thank you. شكرا لطلابنا وأولياء أمورهم على تفاعلهم وثقتهم الغالية في مدارسنا، ونعدكم بالمزيد. مدارس المجد، طريقك إلى المجد.